اهلا بيكم، انا دكتور محمد صفوت، انا ضابط شرطه سابق وعندي خبره 11 سنه في سلسله فنادق عالميه زي فور سيزونز وماريوت واكور. نتكلم النهارده على حته السلامه، لان هو جرى العرف مدير امن بقت مدير امن وسلامه، وساعات مدير امن ومدير امن وسلامه وعلاقات حكوميه، وساعات كمان مدير اداري. انا ما عنديش اعتراض على الكلام ده، بس لو جينا نتكلم في حتة السلامة مبدئيا انا يعني شخصيا مانيش مؤهل بشهادات في موضوع السلامة ده. انا اخدت كورس واحد بس على حسابي او على حساب الفندق، يعني في معهد خاص بس عشان اعرف ايه الاساسيات والمبادئ، يعني ما دون ذلك كلها خبرة من حياتي العملية سواء في الشرطة او بعد كده، عشان بس ايه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. يعني فلو في حاجه انا قلتها ما هياش صح يعني واعذروني، يبقى لو حد عنده معلومه اكيد عن كده يجب دي يعني. طيب حته السلامه مشكلتها ايه؟ ان هي في حاجات فيها تكنيكال قوي انا مش هقدر اجاري فيها. اللي هيدهوني لو ادوني اداره السلامه ونمره 2 مشرف او مثلا حد مش ماسك نفسه، هتبقى في كده مشكله، لان الفندق فيه جنايات، يعني فيه غلايه، في محول، في ساعات طيار بيبقى عالي، في مش عارف مكان بتاع حمام السباحة، في الجندرة والحاجات، في حاجات في المطبخ، ففي حاجات ممكن مبقاش انا قدها. يعني انا مفرحش ان انا واخد ايه، انا مدير الامن والسلامة وشايل كل حاجة، وانا شايل نص الفندق، وانا شايل الفندق على كتافي. لا، لازم اكون يعني عندي الاحترافية والحرفية بتاعت الحتة دي. تاني انجازه ليا، ان انصح لو حضرتك اخدت الحته دي، اول حاجه تعملها بالاتفاق مع الاداره حضرتك روح خد كورسات في الموضوع ده عندك بقى، سواء حاجات حكوميه سواء حاجات خاصه بس سيرتيفايد زي الاوشا والنبوش والكلام ده. الاوشا دلوقتي حاليا يعني ما هياش ماشيه زي زمان، ولكن خد اي حاجه. اول حاجه يبقى انت عندك المعلومه، والمعلومه من مصدر موثوق فيه. تاني حاجه معاك الشهاده اللي تقول والله يا جماعه الراجل ده يصلح انه يعمل الحدوته دي، علشان برضو تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. طيب انت بقى بتخش في حاجات ايه؟ السلامه دي واخده من اول زي ما قلنا الجوب سيفتي اناليسيس، اللي هو مثلا كل موظف الاخطار اللي بتواجهه في الحته بتاعته، وان ازاي نديله التوعيه انه ما يتاذاش بسبب عمله. يعني انا النهارده في الشرف الداخلي ما اجيش اشيل سريره ولا اشيل كومودينو ظهري يطقطق، ما يجيش ما اعرفش يحصل لي من الوقفه الكتير حاجه في كعبي او في مفاصلي، كل الكلام ده. وفي حاجات بتحتاج ان مثلا زي الكيميكال وكده بقى لابس ماسك وهكذا، والهندسه احنا قلنا الجرافنديه. انا طبعا مش عايز اخش في كل التفاصيل، بس يعني في حاجات انت داخل فيها من ناحيه السلامه بتبتدي من دي. نوصل بقى لحته الـ الانظمه بتاعت الاوتيل كلها، انظمه اللي بتخدم على الحريق وعلى السلامه، فانت كل ده داخل فيه، فلازم تبقى انت مؤهل للحته دي، ويبقى معاك تيم برضه صبح مساء ليل ليه في الشغلانه دي. لان الموضوع برضه مش ايه، مش هو واحد عايزين رقيفه نجيب نحطه سلامه وخلاص، او واحد يبقى خلاص فاضل له مش عارف، مع احترامي طبعا الناس كلها احسن مني، سنتين ويطلع معاش فنديله سلامه عشان يبقى المعاش بتاعه كبير شويه. لا، الحدوته مش كده. ف يعني انا حابب ان انا اوضح ان موضوع السلامه ده ما هوش موضوع هين، موضوع دلوقتي بقى فيه على مستوى مهندسين، في ناس كتير دلوقتي فصلت، يعني بقى في الامن لوحده والسلامه لوحدها، وده بيريبورت للمدير العام وده بيريبورت للمدير العام. ايا كان الموضوع، بس لو جت الموضوع ده عندك يبقى انت عارف الموضوع ده قدره قد ايه ومحتاج مني قد ايه. طبعا ما دام انا خدت التدريب ده اكيد اللي تحت مني لازم يبقى برضه سيرتيفايد في الحاجات دي، عشان تبقى الاداره والشغل ماسك نفسه في الحته دي. اتمنى اكون غطيت موضوع اداره السلامه، وربنا يوفق الجميع واشوفكم بخير.